أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن المملكة تؤكد دعمها للمبادئ والمفاهيم والقيم الواردة في الإعلان العالمي للديمقراطية، مشددا معاليه على أن مملكة البحرين ستظل نموذجا للتعايش والتسامح وتؤمن بالتعددية الثقافية والحوار بين الأديان، داعيا المجتمع البرلماني إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز هذه المبادئ والدفاع عنها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت صباح اليوم في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية. وأوضح معاليه أن الاجتماع للاتحاد البرلماني الدولي يأتي تزامنا مع تدشين مملكة البحرين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، والذي تم الإعلان عنه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يعد بمثابة رسالة بحرينية للعالم أجمع بأنها ستظل دائما نموذجا للتعايش والتسامح. ولفت إلى أن إعلان تدشين المركز يؤكد إلى حرص جلالة الملك المفدى حفظه الله ورؤيته الثاقبة في مبادرات حضارية غير مسبوقة لها عظيم الأثر على الإنسانية جمعاء، مشيرا خلال كلمته إلى منح الاتحاد العالمي للسلام والمحبة فوبال في مدينة نيويورك الأمريكية درعا تقديريا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين لدوره البارز في إرساء دعائم قيم السلام والتسامح والمحبة والوئام والأمن والازدهار. وبين معاليه بأن مبادرات البحرين في هذا المجال انطلقت مع دعمها لقرار الأمم المتحدة بتسمية عام 2001 سنة للحوار بين الحضارات واعتماد برنامج عالمي، كما أبدت البحرين الرغبة في استضافة أمانة عامة لحوار الأديان والثقافات، وأطلقت مشروع كرسي جلالة الملك حمد للتعايش السلمي في جامعة سايبينزا الإيطالية عام 2016. وذكر بأن البحرين شاركت في مبادرات خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار والمذاهب الإسلامية وتدشين مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة سان بطرسبورغ الروسية الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى. دكتورة، بداية نرحب بك، ولو تعطينا قراءتك لمضمون كلمة رئيس مجلس النواب في الاجتماع الاتحاد البرلماني الدولي هذا اليوم. مرحبا، مساء الخير. طبعا جاء في كلمة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس الشعب البرلماني أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أبرزها أكد على أن البحرين تدعم للمبادئ والمفاهيم والقيم اللي اليوم أصبحت بحرين نموذجا للتعايش والتسامح وتؤمن بالتعددية والثقافة والحوار بين الأديان. كذلك بيّن أن مملكة البحرين دشنت منذ أيام قليلة مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وطبعا هذه كانت رسالة للعالم من القيادة البحرينية بأنها تؤمن بالحوار بين الأديان وأن هي السبيل أو الوسيلة المثلى لإزالة أي يعني مسببات للعنف أو التطرف أو الإرهاب ومكافحته. أيضا تطرق إلى منح سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، طبعا منحه هو الاتحاد العالمي للسلام والمحبة المعروفة باسم فوبال في مدينة نيويورك الأمريكية الدرع التقديري له، وطبعا هذا دور يعني بارز في إرسال سموه له دور بارز في إرسال قيم السلام والتسامح والمحبة. كذلك بيّن السيد أحمد الملا مملكة البحرين بأنها شاركت في مبادرة مثل ما تفضلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية وتدشين مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات. أيضا في كلمته جاء شيء مهم أكد عليه، وأن تشجيع الممارسات الديمقراطية، وأعطى رسالة للعالم في وجود تلك الوفود بأنه لابد لنا نحن كبرلمانيين موجودين في هذا المحفل تشجيع الممارسات الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان وأيضا تعزيز التعددية والحوار، لأن الحوار في النهاية هو السبيل الوحيد لكي نكافح هذه الظاهرة الإرهابية الموجودة في العالم. أيضا وضح في خطابه بأن من أبرز التحديات
اللي تواجهها سواء كانت مملكة البحرين أو بعض الدول الأخرى، اللي هو تسييس الملف الحقوقي. هناك منظمات عديدة في العالم لها معايير مزدوجة تتعامل في ملفات حقوق الإنسان بهذه المعايير الازدواجية، ولديها أجندة سياسية، وهذا كان المسج الصريح له بأن هذا التدخل تدخل مرفوض تاماً لأنها تدخل في سيادة الدول. طيب دكتورة سوسن، عذراً المقاطعة، ولكن باختصار هل لك أن تحدثينا عن مشاركتك أنت في منتدى الشباب البرلمانيين التابع للاتحاد البرلماني الدولي؟ نعم، احنا طبعا مهم جدا كان لنا بان نبين تجربه مملكه البحرين في الملف الشبابي، لان جهود مملكه البحرين جاءت موائمه بين رؤيتها الاستراتيجيه واهداف التنميه المستدامه، ووضحنا لهم ال 17 هدف الاستراتيجي الموجود تحت هذه الاستراتيجيه، وهو يخص بالشباب. وضحنا لهم الاستراتيجيه الوطنيه للشباب، كما بينا لهم بأن هناك جائزة للملك حمد في تمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا بينا لهم أن من خلال تحقيق الإنجازات الرياضية سوف يتم رفع مستوى الشباب في هذا المجال الرياضي. بينا لهم أن هناك تجربة فريدة لمملكة البحرين، وهو إنشاء مدينة الشباب 2030، اللي كان يحوي أبرز المجالات والتخصصات اللي يهتمون فيها الشباب في هذا الوقت وفي هذا الزمن التقني. أيضا وضحنا لهم بأن هناك مبادرة جدا مهمة للبحرين في مشروع سفراء الشباب العربي، بالإضافة إلى وضحنا لهم بأن هناك دوري للرياضة وللمراكز الشبابية يسمى دوري خالد بن حمد، ووضحنا بأن خالد بن حمد هو شاب اليوم رياضي يهتم في الرياضة ويهتم بفئة الشباب. نعم، وهذه المبادرة أيضا تختص بفئة الفتيات وأيضا لذوي الإعاقة. نعم، الفتيات وذوي الإعاقة. أيوة نعم، بالإضافة إلى جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي وجائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، اللي بينا لهم بأن هناك 112 دولة شاركت في هذه الجائزة. ايضا كانت بعض النقاط لابد لنا ان نوضح بان هذا الشباب سواء كان في مملكه البحرين او في العالم او في الدول الاخرى بانها لديها تحديات تواجهها، ان كانت التحديات على المستوى المحلي او ان كانت على التحديات على المستوى يعني مستويات اخرى. فنسبه البطاله قد تكون في مملكه البحرين نسبه بسيطه، ولكن في دول العالم تصل نسب البطاله الى نسب عاليه جدا. التحديات الاخرى من ارتفاع اعداد السكان والتيارات التخريبيه اليوم اللي تستقطب فئه الشباب وتقفل عقولهم، اللي يستغلونها الجهات بحيث انها هي تعمل بلبله وتعمل نوع من الخروج عن القانون في دولهم. لابد ان نحن نضع يعني دراسات في هذا المجال لكي يعني نشغل الشاب اليوم في امور تعنيه هو وليست تعني امور اخرى هي اهداف سياسيه واجندات دول اخرى. وكانت لدينا توصيات عديده، من ابرزها ان ندعو البرلمانات تشجع الشباب وتاخذ البحرين ايضا يعني من خلال تجربتها ايضا كيعني نموذج في العمليه السياسيه، اضافه الى سن قوانين في تمكين الشباب في مجالات مختلفه ثقافيه سياسيه واجتماعيه وكذلك اقتصاديه. اذا من مدينه سان بطرسبورغ الروسيه دكتوره سوسن تقوي، كنت معي على الهواء مباشره عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.